من الأشياء اللي ابتلينا بيها، اجى الغرب زرع ما بين أظهرنا إسرائيل. لما زرع إسرائيل بين أظهرنا، إن الآن 50 سنة النازع، 50 سنة النازع، نحاول أن نأمر بمعروف هنا، ننهى عن منكر، ننهض. تلقى أقسام، قسم دول اللي يأمرون بمعروف ينهون عن منكر بالحكي، حكي مال جرايد، وقسم لا والله مو مسألة حكي مال جرايد، لا، هذه ما تعرف إلا لغة المدفع، هذه ما تعرف إلا لغة السيف. ونحمد الله أن إحنا حملنا شرف الجهاد ضد اليهود، نعم، إحنا عبر تاريخنا حملنا شرف الجهاد ضد اليهود، ابتداء من إمامنا أمير المؤمنين في واقعة خيبر إلى يومك هذا، إحنا نحمل الجهاد ضد اليهود وسنبقى، وما نريد على ذلك جزاء ولا شكور. إحنا في عبر تاريخنا دائما وسنبقى دائما مجاهدين في سبيل الله، مجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية. وتلاحظ الآن الواقع ما يقوم به الجنوب في لبنان أمر مشرف. يقول أحد شعرائنا المعاصرين: ربوات الجنوب يا أم جزين وقانا، شقائك غيث نمير، ظمئ المجد فاستجاب نجيع، يا بنفسي ذاك النجيع الطهور، عب منه التفاح في زهوة الإقليم، واستلهمته صيدا وصور، عانقوها شهادة في سبيل الله، ما شاب صفوها تكفير، وتداعوا لثورة الحق لما ظلموا، والذليل من لا يثور. ألف مرحى لبنان، هذا هو المجد وهذا سبيله المشهور، ودعاهم رعيل بدر وأحد فتلاقى مع النفير النفير. والواقع هو هذه من المفاخر أن نكون إحنا في تاريخنا نكافح اليهود فكرا باللسان وبالسيف وبالفكر وبكل وسيلة تمكننا، دفاعا عن كلمة لا إله إلا الله وعن شرف أوطاننا وديارنا.